ورجعنا لكم مرة تانية وفقرتنا الأخيرة حاجة كده نهدي بيها أعصابنا. الفقرة دي فقرة المواهب، ومعانا موهبة جميلة وصوت رائع، معانا مصطفى زكري إن شاء الله نجم المستقبل. أهلا بيك يا مصطفى، اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا منورنا بيك، والله. نورك، ربنا يكون حبيبي يا حضرتك. مصطفى، أنا عايز بس أعرف منك كده، طبعا أنا سمعت صوتك قبل كده وعجبني جدا، الله يخليك، شرف وأنت ليا. منورنا النهاردة. عايزك تقول لي بدأت تغني إمتى؟ وأنت عندك بدأت كام سنة؟ تقريبا وانا في سن 7 سنين، صغير صغير قوي. وغنيت كده، طلعت في اماكن ولا كان؟ وطلعت، ابتديت ان انا اظهر، مثلا اطلع مسارح كده كده، اصلا عشان عندي في العيلة يعني يعتبر معظمهم صوتهم في المجال يعني، وصوتهم حلو برضو، موهوبين زيك. فابتديت ان انا اروح للسكة دي، وان انا اطلع مسارح وفرق طب ما وباند تفتح وكده. نفسنا كده بحاجة انت تختارها، خلاص تمام، يعني ماشي، نسمع ممكن. المشاهدين كده والناس تقيم الموضوع. خلاص انا تمام، شخصيا معجب بيك يعني. ربنا يخليك، حبيب، والله شرف ليا. ربنا يخليك. اتفضل كده مصطفى، شوف انت هتغني لنا ايه الاول، لمين؟ ممكن اغني مثلا لأم كلثوم. تمام تمام. تمام اختيار رائع يعني، اتفضل. انا في انتظارك، خليت انا في انتظارك، خليت ناري في ضلوعي، وحطيت ايدي على خدي، وعديت بالثانية غيابك، ولا جيت انا في انتظارك، خليت انا في انتظارك، خليت ناري في ضلوعي، وحطيت ايدي على خدي، وعديت بالثانية غيابك، ولا جيت. يا ريت 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 يا ريتني يا ريتني يا ريتني عمري ما حبيت. الله عليك حبيبي حبيبي، لا والله صوتك جميل جدا يعني. طب مين اللي اكتشف اول حد قال لك ان صوتك حلو؟ مثلا في البيت، اخواتي، والدي، والدتي، حد صحابي، تاني في البيت عندك برضه صوته حلو؟ اعتبر كلهم. كله؟ ما شاء الله. طب بمناسبة النهارده 30/6، ما تغني لنا كده أغنية وطنية. تمام، بمناسبة النهاردة أنا مش عايزك 30 تبطل يوم غنى يعني، صوتك حلو ربنا يخليك، وعايزين ربنا نسمعك. يخليك، والله تمام. ممكن أنا سايب لك أنت الاختيارات. تمام، ممكن نقول مثلا تفوت عليك المحن، ويمر بيك الزمن، وانت اغلى وطن، وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن، ويمر بيك الزمن، وانت اغلى وطن، وانت اعلى مكان. ومهما كان انت مصر، وكل خطوة بنصر، ومهما كان انت مصر، وكل خطوة بنصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر، كلك شهامة وكرامة، يا راية فوق كل راية، انت لحبيبك سلامة، وانت لعدوك نهاية. ومهما كان انت مصر، وكل خطوة بنصر، ومهما كان انت مصر، وكل خطوة بنصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. الله عليك يا مصطفى والله. طب السؤال المهم بقى، بالنسبة لدراستك، انت بتدرس ولا خلصت ولا لسه؟ بدرس لسه في كلية ألسن، أول ألسن. طب هل الغنى أثر على دراستك يعني؟
بص في هما البيت زي بيقولوا لك مثلا ده هيأثر على الدراسة او كده ولا بيشجعوا؟ هما لا من ناحية أهلي فهم يعني تمام سبورت مي يعني طب بيتعاملوا كويس شوية جدا، اه، بس يعني زي ما بيقولوا صاحب بالين كداب. كداب، بس ايوه أنا صح، بعتبرها شوية صاحب بالين موهوب، صاحب تلاتة بالعكس يعني، فكلنا خارق عندنا قدرة ان نعمل، بدل نعمل حاجة نعمل حاجتين اه وتلاتة. بالظبط كده. بس يعني برضو ما اكذبش، لا المزيكا أثرت شوية على الدراسة، بس لما كان في وقت الدراسة مثلا اللي هي المراحل الثانوية وكده لا يعني اديتها حقها شوية، كويس فالحمد كويس انك عارف لله تفصل ما بين كده وما الحمد بين لله كده. اه. طب انا بصراحة صوتك حلو، انا عايز اوصل صوتك على قد ما اقدر، فمش عايزك ربنا تبطل برضو. يخليك. طب قول لنا غنية، يلا سمعنا حاجة كمان. طيب بمناسبة برضو بمناسبة ممكن 30 نشوف يونيو ام برضو كلثوم، جورج وسوف، انت عايز ايه؟ جورج طيب وسوف، ماشي. تمام تمام ماشي. يا صياد الطيور يا خالي، صباعك عن زناد الموت، أنا عصفور ضعيف الحال، ولا كفيش لعيالك قوت، أنا العصفور ولي في الخضرة والمية، أنا المولود على كفوف الجناين، أنا العصفور ولي في الخضرة والمية، أنا المولود على كفوف الجناين. بقول تغريد نغمها شديد على السمعين، ياخدني الشوق على جناحه وابقى وحيد. يا صياد يا صياد الطيور يا خالي. الله عليك مصطفى، بجد خليك انا تسلم، مستمتع جدا بالقعده معاك. ما خليك شرف وصح، ليا كمان شفت لك مره فيديو انت بتغني لاغنيه رامي صبري، يعني اي اه دين؟ عن اي دين طب ما اه تقول كده حتى انا. مظبوط برضه 30 ماشي، ستة تمام. انا عايز اديك فرصتك كامله عشان تسمع الناس. شكرا شكرا جدا، تسلم والله. عن أي دين بتكلمونا؟ الدين ما قالش احرق بلد، وما قالش ليك تقتل أخوك، وما قالش ليك يتم ولد. عن أي دين بتكلمونا؟ الدين ما قالش احرق بلد، وما قالش ليك تقتل أخوك، وما قالش ليك يتم ولد. طفل كان روحه في أبوه، منه ليه كده تحرموه؟ أم ضاع منها ضناها واستحالة ترجعه، فوق شوفوا عملتوا ايه، الفقير تاجرتوا بيه واتحميتوا في الغلابة، واللي كان مضحوك عليهم الدم كله حرام كفاية، اللي بتسرقوه منا الحياة، ده الوطن للناس بحالها كلها والدين لله، الدم كله حرام كفاية، اللي بتسرقوه منا الحياة، ده الوطن للناس بحالها كلها والدين لله. طفل كان روحه في أبوه، منه ليه كده تحرموه؟ أم راح منها ضناها واستحالة ترجعه، فوق شوفوا عملتوا ايه، الفقير تاجرتوا بيه واتحميتوا في الغلابة، واللي كان مضحوك عليه.
الله عليك يا مصطفى، بجد انا استمتعت جدا بيك يا مصطفى ونورتنا وكده نكون وصلنا لاخر فقرتنا واخر الحلقه بتاعتنا. ونحب نقول بس للناس ان احنا برنامجنا بيشجع المواهب، اي حد شاف في نفسه الموهبه يبعت لنا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك هاشتاج مع محمد غانم، واشوفكم الثلاث القادم باذن الله. شرفتنا مصطفى.